معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من محافظة نينوى مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين السيد دريد حكم الطوبية. مرحبا بك سيد دريد. إذا بغداد استيقظت على هذه الجريمة التي قتلت فيها عائلة كاملة من المكون المسيحي، وهو ما يفتح ملف الأقليات في العراق. كيف تنظر الحكومة إلى هذا الملف؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. حياكم. فيما يتعلق بهذه الجريمة، طبعا كما معروف هذه ليست الجريمة الأولى ولا هي الجريمة الأخيرة. احنا منتبهين على حالة، وهي لدينا ست حالات متوفين خلال أسبوعين في بغداد. حقيقة هاي ست حالات، يعني هاي الحالة العائلة اللي هم 3 أشخاص وقبلها 3 أشخاص، شخص من اهل القوش واشخاص 2. هاي الحالات 6 إلى 6 حالات خلال اسبوعين يعتبر مؤشر حقيقه فيما يتعلق بالمكون المسيحي، مؤشر خطير. لماذا لم تظهر هذه الحالات قبل شهر او شهرين او سنه؟ يعني نتحدث عنها بهالشكل. هاي يجب ان نقف يمها ونقف بتوقيت هذه العمليات. ليش ادخل؟ سواء كانت هالعمليات تدخل جانب من عندها جنائي ام هو استهداف مباشر. هذه حقيقه يفترض الاجهزه الامنيه ان تصل الى حقائق حول هذا الموضوع. نحن نعتقد ان المكون المسيحي حاله حال باقي المكونات، ولكن نتحدث عن مكون اصيل في هذا البلد، له حضاره وتاريخ وله كفاءه. هذا المكون حقيقه كان يمثل قبل 2003 له حقيقه كان يمثل رقم في العراق يمثل، اما الان ما تبقى من هذا المكون لا يتجاوز 250,000 شخص. وحقيقه هذا المكون بدا يتراجع. نلاحظ تحديدا، عفوا سيد دريد، تحديدا في محافظة نينوى وأنت مستشار محافظها لشؤون الأقليات. هذه المحافظة كما تعلمون شهدت تغييرا سكانيا خصوصا في منطقة سهل نينوى. كيف تعاملتم مع هذا الملف، ملف التغيير السكاني الذي شارك فيه بشكل فاعل ميليشيا الحشد المتنفذه؟ نعم بالتاكيد، يعني احنا قبل الحشد، قبل ما شيء اسمه حشد، كان هناك بدايه لتغيير ديمقراطي في هذه المناطق. حتى احنا قبل 2007 و2008 حقيقه بدات هذه الامور تظهر عندنا في مناطق سهل نينوى. هذه حقيقه الاجراءات كانت خطيره جدا، ولدينا حقيقه مؤشرات عليها. هو عمليه التغيير الديموغرافي لهذه المنطقه. كما تعرف انه المكون المسيحي الان ليس لديه تفكير او امكانيه ان يفكر في شراء بيت في منطقه سهل نينوى او في الموصل. الان اي مشروع سكني او الى اخره في هذه المناطق راح يسكنوا حقيقه باقي المكونات الاخواني، وبالتالي اذا سكنوا الاف العوائل في هذه المناطق بالتاكيد سيكون هناك تغيير ديموغرافي. هاي اولا. ثانيا، نينوى تحديدا هي فيها اكبر عدد من المسيحيين في العراق. فبالتالي احنا نمثل الثقل في محافظه نينوى على مستوى العراق. فبالتالي الضرر وقع على نينوى. من 2005 تعرض المسيحيين في نينوى الى 3 عمليات تهجير. كل عمليه تهجير يخرج عندنا مجموعه كبيره من العوائل وتغادر البلد وتهاجر. والهجره كانت داخليه او خارجيه. لكن وانتهت اخيرا والتبار الشمال الكامل بعد 2014 بعد عمليه دخول تنظيم داعش. فبالتالي كانت العمليه الاخسى والاصعب. فنلاحظ الاخوه يعني المسيحيين المكون المسيحي حقيقه تراجع، عدد تراجع خطير. والحقيقه حتى الرجعه الى مدينه محافظه نينوى لازم هناك مقومات عوده. واحد من هذه المقومات الجانب الامني. طيب الان سيد دريد، ما الذي يمكن ان تقدموه بقية هذا المكون بصفتكم مستشارين مهتمين بشأن الأقليات هذه المكونات لكي تحمونهم من البطش الممنهج عليهم؟ نعم، أنا أعمل كمستشار منذ 8 سنوات. نعم، في هذا المجال، وكنت مستشار لجميع المكونات، يعني مكونات الأقليات حقيقة وليس فقط للمكون المسيحي. نعتقد احنا نحتاج إلى شغلة أكبر من هاي. احنا الآن نفكر بحالة اسمها التعالج او المصالح المجتمعيه. المصالح الدق، نحن بدون مصالحه حقيقيه، ليس مصالحه مجتمعيه بين المكونات نفسهم، لا
لدينا مشكله الان معروفه، هي موضوع فقدان الثقه بين المكونات. هذا الموضوع مهم جدا. اذا ما يتحقق التعايش والمصالحه المجتمعيه بين هالمكونات كلها بشكل عام، مكونات الاقليات مع المكونات الكبيره، لا يمكن ان نصل الى مرحله نقدر بها نبني شيء صحيح. ولكن الحكومه تروج الحكومه تروج لاشراك هذه الاقليات في صياغة مصير العراق، وأنت تتحدث عن واقع مغاير. لا لا، أتحقق حقيقة يعني على الأرض. نعم، الحكومة تسعى حقيقة الآن، يعني رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لديها مشروع الآن تسعى إلى، وهناك مؤتمر قريب من الأيام اسمه المصالحة المجتمعية. هاي المصالحة المجتمعية ضرورية جدا وخطوة تعتبر جيدة جدا، لكن يجب أن يكون هناك فعلا مصالح حقيقية وهناك تعايش سلمي ننطلق من عنده لنتجاوز هذه المرحلة، وإلا سنبقى هكذا. الآن المكون المسيحي احتمال بعد أيام يعني يتعرضون إلى أحد الأشخاص أو أشخاص من المكون اليزيدي أو من أخوان الشبك أو من أخوان التركبات أو إلى آخره. بالتالي راح تبدأ عملية هجرة بعد الوقت. الآن المسيحيين في بغداد بدأوا يفكرون بعد قتل الستة يفكرون بالهجرة. فبالتالي أعتقد قد يكون هذا في البرنامج، ولديهم أجندة حقيقة تعمل على هذا الموضوع لتفريغ إفراغ البلد حقيقة من هذه المكونات الأصيلة، وبالتالي إفراغ البلد من الكفاءات. نعم سيد دريد، يمكن استجابة طبيب أو طبيبة أو مهندس أو إلى آخره، أو حتى صاحب الخبر في مجال التورنا أو في أي مجال آخر، هو حقيقة هو إفراغ بهذه المحتويات والهجرة. نعم سيد دريد حكمة طوبيا، مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين، شكرا جزيلا لك.